الثعابين، أخطر الحيوانات وأكثرها انتشاراً في العالم. أغلبها لا يواجه خطر الإنقراض، وفي ربوع مصر تنتشر العديد من أنواعها القادرة على قتل الإنسان في ثوان. الكوبرا المصرية، قدسها المصري القديم واعتبرها منقذة حورس إله الشمس عند الفراعنة، وأضافوها لتاج الملوك، واخترتها الملكة كليوباترا كوسيلة للانتحار بعد مقتل حبيبها مارك أنطونيو. قادرة على قتل فيل بلدغة واحدة أو قتل 20 شخصا في غضون 3 ساعات، لأن سمها يدير الجهاز العصبي. الأفاط المقرنة أو الطريشة تعد ثاني أخطر الثعابين على الإطلاق، وتعيش في الصحاري الرملية، ويبلغ متوسط طولها ما بين 30 إلى 60 سنتيمتر، ولا يزيد طولها عن 85 سنتيمتر، ودائما ما تكون الأنثى أطول من الذكر. وتعرف بعينيها البارزة وقرنين فوقهما ولون جلدها الأصفر أو الرمادي الشاحب، ويطلق عليها البعض أم جنيب لأنها تسير على إحدى جانبيها. ومن بين أنواعها نوع يقفز لأمطار طويلة جدا يطلق عليها الثعبان الطائر، ويتواجد في سيناء ومرسى علم وحلايب وشلاتين. يقوم بضم جسده الذي لا يتجاوز طوله 25 سنتيمتر كالسستة، ثم يقفز ليصيب الجمل أو الراكبة. وعلى العكس توجد الطريشة في صعيد مصر، لكنها لا تطير، وتعرف بحجمها الكبير الذي يصل إلى 95 سنتيمتر. الصن الأسود لونه أسود لامع من ناحية الظهر، أما بطنه فرمادية، يبلغ طوله ما بين 100 إلى 140 سنتيمتر، وذو رأس عريض وعين صغيرة من العنق نسبيا، وجسم أسطواني ناعم جدا، ويسبب سمه شللا تاما، وقد يؤدي إلى الوفاة ويعيش في الصحاري. حية الأهرام أو الحية الغريبة تعد من الثعابين السامة جدا التي تعيش في الواحات البحرية، ومن فصيلتها نوع آخر يسمى الحية الغريبة السوداء، ومن الممكن رؤيتها في سان كاترين. ومنها أيضا الحية الغريبة الحمراء، وتعيش في سيناء، وتتسبب لدغتها في سيولة عالية في الدم، وتعد نسبة النجاة من لدغتها ضعيفة جدا. الخبيث الأسود لونه أسود داكن، ويعرف بصغر حجمه، فطوله لا يتجاوز 60 سنتيمتر، وبرأسه الذي يشبه ذيله، وهو الثعبان الوحيد في العالم الذي لا يمكن إمساكه باليد لأن أنيابه خارج فمه، وتكمن خطورته في سرعة وفاة المصاب بعد 10 دقائق فقط من اللدغة، لأن سمه يشل عضلة القلب. أفعى السجاد الشرقية تعد المسؤولة الأولى عن أغلب وفيات العالم، ويتسبب سمها في زيادة عملية تجلط الدم، وتعرف برأسها الصغيرة التي تشبه المثلث أو القلب، يبلغ طولها 80 سنتيمتر، ويغلب على جسمها أشكال تشبه نقش السجاد من اللون الأبيض والبني القاتم، وفي مصر نطلق عليها الغريبة.